ليه؟ انت حضرتك لو دخلتي وشفتي واحد ماسك في ايده آلة بيفتح بطن واحد تعملي ايه؟ هعمل ايه؟ هتقولي بيموته. لكن لو كان الراجل ده طبيب بيعمل له عملية زي ده واستنيتي عليه شوية لغاية ما يخففه، فانت بتعمل الناس رجيم يعني ولا ايه؟ ما بعملش الناس رجيم. طب فهمني يا فندم. الناس مش واخدة بالها من حقيقة. الحقيقة الأولى إن خمس ترغيفة يزيدوا بكتير عن حاجة المواطن. دي مش وجهة نظري الشخصية. أما أنا عايز أقول لك ليه مش وجهة نظري. إيه؟ نمرة واحد في الوضع الحالي قبل المنظومة متوسط نصيب الفرد من العيش في مصر 3 ترغيفة. أساساً. يعني قبل ما نعمل منظومة هو كان بياخد 3 ترغيفة، أنا خليتهم له 5. 5. التلات ترغيفة اللي هم متوسط نصيب الفرد من العيش في مصر دول مش حقيقيين. لأن دول بنفترض إن مفيش ولا شوال دقيق هيتهرب. وحقيقة الأمر إن في 60-70% من الدقيق ما بيوصلش، فمتوسط نصيب الفرد الحقيقي من العيش بيبقى في حتة رغيف أو رغيف وربع أو رغيف ونص. وتقدري حضرتك تروحي في أي حتة في مصر هتلاقي الناس دول نفسهم بيشتكوا مر الشكوى إنهم مش عارفين يجيبوا رغيف العيش. هم عملوا ثورة في 25 يناير وقالوا عيش. ولو نزلتي في أي مكان في مصر من غير تطبيق منظومة العيش الناس هتقولك العيش لأن مش قادرين يلاقوا. دي أول حقيقة. تاني حقيقة التجربة العملية. طب احنا طبقنا ودينا للمواطن 5 ترغيفة، قلت للأسرة يا أسرة انت ليكي مثلا 600 رغيف في الشهر، وانا قلت بيني وبين نفسي قلت لو الأسرة دي احتاجت زيادة حدلها. بس لما نشوف التجربة العملية تقول ايه. تخيلي حضرتك في بورسعيد في اول شهر وفروا، يعني قلت لهم ليكوا 90 مليون رغيف يا بورسعيدية، كالوا كام رغيف؟ لا 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 طبيعة المكان. برافو عليكي. ده اللي قالهولي لما كنت في بورسعيد. بالظبط كده. ده اللي قالهولي لما كنت في بورسعيد. وساعتها بقى ما كنتش اعرف ارد لان كنت في بورسعيد بس. فكان كل واحد زي حضرتك كده يقول لي خلي بالك بتوع بورسعيد بياكلوا رز ودول طبيعتهم مختلفة ونظامهم مختلف. فكنت ما اقدرش، ما عنديش حجة. لما رحت الإسماعيلية والسويس حصلت نفس الحكاية. برضه قالوا لي دول مدن القناة. طيب. انا عارف. ماشي. جيت القاهرة. رحت حلوان. النتيجة ايه حضرتك؟ النتيجة ان في حلوان كانت الحصة بتاعة المنطقة اللي هي حلوان والتبين والمعصرة، يعني منطقة دي كلها كان حصتهم 270 مليون رغيف. استهلكوا كام رغيف؟ كام؟ استهلكوا 104. يعني قلت لهم من حقكم تاخدوا 270، ده رصيدكم خدوه. اللي سحبوه فعلا 104 وحوشوا الباقي وتحول نقط. طيب انا اسفه والله عشان الوقت والموضوع ده مهم، ده احنا لازم نكمل فيه. يعني المدام اللي اتكلمت قالت احنا البطاقه نفر واحد، شخص واحد على البطاقه، وهم 5. من حقها الدوم الخمسه. فكده كده الاسره كلها بتاخد 5 رغيف في اليوم. هي ما تعرفش معلومه ان انا قلت ان اي مواطن مصري ايا كان مدام معاه رقم قومي او شهاده ميلاد من حقه ان هو ياخد العيش. يبقى في عندنا مشكله ان مش كل المعلومات واصله للناس. يعني جايز مش كل الناس واصله لها المعلومات، ده جايز. لكن اللي انا عايز اقوله لحضرتك ان الناس مع الوقت كلها وصلها، لان ده متعلق على الفرن. وبعدين انا ابتداء من الشهر ده هعلق حاجه جديده كمان. كم مخبز الاول انضم للمنظومه الجديده؟ 25. لا اللي انضموا هو في مصر 25,000 مخبز. اللي انضموا بقى كل المخابز اللي في المناطق اللي طبقناها، يعني في القاهره كل؟ مثلا كله طبعا في القاهره. بس في كلام ان مخابز كتيره رفضت. لا ما حدش رفض، لان اللي رفض هيشتغل ازاي؟ اللي رفض هيشتغل ازاي؟ يعني ما عندوش طريقه يشتغل بيها. مفيش طريقه يشتغل بيها، فمالوش الاختيار. يعني مفيش اختيار. هو انا امشي في منظومه ادي فيها الدقيق ببلاش؟ دي المنظومه القديمه كنت بدي شويه الدقيق ببلاش للمخبز. حضرتك حاجه عجيبه جدا، بدي له الدقيق ببلاش وهو يقدر يبيع شوال الدقيق ده ب 300 جنيه. من غير ما يخبز ولا يوجع دماغه. يعني أنا كنت بعمل أسباب لأن الناس تغلط. كنت بغلط الناس وكأني قاصد. وكنت بطلب منه إنه يبيع رغيف ب5 ساغ عشان يخسر. طب معلش برضو عشان الوقت، المجمعات الاستهلاكيه لانه موضوع مهم وكان في تخفيض عملتوه 30% في شهر رمضان، ده مستمر معانا ولا لا؟ مش في شهر رمضان، من قبل رمضان ومستمر. مستمر لحد ان شاء الله مستمر لفتره طويله. واحنا بنتفاوض دلوقتي كمان على سلع جديده نجيبها للمجمعات. الشطاره بتاعتنا ان احنا بنحاول نتفاوض لحساب المواطن. يعني انا مثلا على سبيل المثال بتفاوض على لحوم طازجه المواطن يقدر ياخدها. احنا وصلنا في المجمعات لان كيلو اللحمه الفريش
ب 39 جنيه و90 قرش اللي هي من اصل سوداني بتتذبح في مصر. انا بتفاوض على ان